ما قفلتش الحنفية ليه بعد ما شربت؟ ونقفلها ليه؟ هي المية هتخلص ولا يعني هتخلص؟ أيوة هتخلص. لا مش هتخلص يا بكار، ما جاتش عليا. وبعدين المية على طول موجودة في الحنفية، أما اللي ترخي ترخي في الحنفية، وكمان نهر النيل عندنا مليان مية. إيه؟ ما هو علشان تفضل موجودة لازم نحافظ عليها وما نسيبش الحنفية مفتوحة على الفاضي يا حسونة. ايه يا بكار؟ ايه هو في ايه؟ بص حواليك كده. ايه ده؟ معقولة؟ مش انا لوحدي اللي بسيب الحنفية مفتوحة، ولا انت كل حاجة يا حسونة؟ يا حسونة اقفل المية. ايه حرام المية دي ثروة كبيرة. قصدك زي الذهب يعني ولا ايه يعني؟ ها ايه؟ لا طبعا المية دي اغلى من الذهب يا حسون. اغلى من الذهب ازاي يا استاذ؟ طبعا احنا ممكن نعيش من غير الذهب، لكن مش ممكن نعيش ابدا من غير المية. تعرف تعيش من غير المية يا حسونة؟ لا يا بكار، انا عارف قيمة المية كويس. بنشرب مية وبنستحمى بالمية وبنطبخ الاكل بالمية. أمال ما بتحافظت عليها ليه وتكفي الحنفية بعد ما تشرب يا حسوني؟ ما هي المية كتيرة قوي قوي وعمرها ما هتخلص يا أستاذ. هو في إيه؟ لو كل واحد فينا ساب الحنفية مفتوحة زيك كده يا حسوني، المية هتجل، ولا قدر الله ممكن يحصل جفاف وما نلاقيش مية. ما تقلقش أمال يا أستاذ، المية كتيرة مش هتخلص أبدا. لا ده أنت عايز لك حصة يا حسوني. بكرة إن شاء الله في الفصل هنكمل كلامني عن قيمة المية. هو في حد يعمل كده؟ المية 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 يا جماعة المية. خليك انت طول اليوم جنب الحنفيات كده هو. جوي كده، ده حتة جون. لا يا حبيبي ده سابع جون وانتو صفر. بصراحة حسونة حريف في الكورة جدا. مش في الكورة بس، وفي حاجات كتير كمان. امال همام وفارس راحوا فين؟ اهم بيشربوا هناك. هاني كمان عطشت جوي جوي من كتر اللعب. تعالى نشرب. يلا بينا. هات الجزاز اشرب يا همام. ما قلتش ليه؟ ده المية خلصت. ما كنتش اعرف انك عطشان يا حسونة. واني كمان خلصت الجزازة بتاعتي. ما فيش مشكلة، في حنفية قريبة من الملعب، تعالوا نملى الجزايز. طب يلا يلا احسن اني عطشان قوي. المية في الحنفية دي بتكون متلجة. ايوة عارفها. طب يلا نلعب شوية على ما ترجع الموية تاني. هاني مش قادر ألعب واني عطشان. كفاية لعب، يلا نروح. واني هروح اشرب من البيت واكل كمان، ونتقابل اخر النهار نكمل لعب. يلا بينا يلا بينا يلا بينا.